بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الإعلام في حالة استنفار، لأن المسلمين ما عندوش الإعلام، الإعلام ديال الشيعة في حالة استنفار. انتظروا خطاب حسن زميرة بعدما وقع ما وقع، انتظروا. فانتظر الناس فجاء ليخطب في الناس، واش قال لهم؟ يا ربي اسمه قال لهم صار يسرد الانتصارات التي حققها في السابق. أودي هدرنا على هذه، هدرنا على هذه، هذوك السابقة لم انتصرت. الأطفال تاع سوريا، الأطفال تاع اليمن، الأطفال تاع هذا هو الانتصار. هو اللي قال لهم إن طريق إلى القدس يمر عن طريق حماة ورستن ودرعا وحا. يا هكذا من هلا قلنا درك انت اخطب علينا هذا. لا هالشيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك يقول لك يا 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 هذا الذي لا يسمى، إني أبغض هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله. لا أريد، لا أريد، لا أريد منهم عونا. معذرة إخوان المجاهدين، أنتم حالتكم هذيك، لكن أنا راني بعيد وبعيد عليا النار، وراك يقول أنا راني كنشوفهم، كنشوفهم أنا لا لا. سبوا أبو بكر وعمر، تقولوا لنا احنا كفار، تتحدث عن انتصارات على مساكين اللي ماشي مسلحين، قلعتوا لهم السلاح كامل، وجبتوا جبتوا روسيا بالبرامير المتفجرة تحرق الناس وأنتم تضحكون وتشمتون بأهل السنة، تقول زيد لهم. شفت ذاك أنا ذوك الفيديوهات، أنا شفتهم ذوك تاع الشماتة تاع حزب إخواننا في سوريا، واسمه يقول الله أكبر. وشفت من اللي يقبضوا ذوك السنيين ويجيبوا الخدمة الخدامة ويبقوا عليه ها 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 عذاب. ما تهلكم هو والو. ولذلك نريد أن نقول لك في خطاب كذلك، وأنت تقول نحن نريد تحرير القدس، ماذا تقصد بنحن نريد تحرير القدس؟ لماذا تستعملون القدس دائما وأنتم القدس عندكم في الدين تاعكم ما موجودش في الأرض في السماء؟ وسمعت من ملاليكم يقولون إن حذاء زيد واحد من آل البيت هو أشرف من الأقصى وفلسطين كاملة. هم بغيب شوية. أنتم تريدون تحرير القدس يا أخس واخا، إيران تريد تحرير القدس عن طريقكم ياك. فقد ذبح رئيس إيران في الطائرة ياك، وزير الخارجية، وقتل هنية الذي كان على رأس هؤلاء الذين يريدون تحرير القدس حقا في دياركم زيد، وقتل زيد فؤاد شكر اللي هي عندكم في الضاحية، وقتل العاروري القائد المشكل لهذه الكتائب في لبنان عندكم. فماذا صنعت لاستهداف هؤلاء؟ لماذا لم ترد؟ لماذا لم ترد؟ ها؟ يلا علاش؟ في هذا الجهاد اللي تحرر انت القدس، تحرر القدس؟ وهم هذوك الناس اللي كانوا على راس اللي بغاو يحرروا القدس، تشوف فيهم انت، تشوف فيهم، ماذا صنعتم؟ ماذا صنعتم؟ ثانيا، لا إله إلا الله. الآن يخصك تقول الحق. لم يعزيك أحد، لا خمينائي الذي تخدمه وسلمت لبنان وخربتها وكتقول لبنان تتبع الخمينائي، لن
ينبغي أن تبقى عربية، وانت الوحيد اللي خلاك العدو باش يكون عندك السلاح، وعطوك الجنوب بعدما تحرطموا بالسنة لكي تكونوا أنتم أعمل الناس على الحدود الشمالية، لأن سوريا هنالك شكون؟ هؤلاء النصيريين عمره ما ضربوا حتى شي حاجة، زيد وجنوب لبنان فيهم هؤلاء حزب اللات عمره ما يضربوهم، هم باغي الأردن، الأردن رجل واحد تعرفوا منين دفنوه؟ مشاو عنده واسمه صابون، واسمه صابون ماهر رجال جازي، واسمه صابون يقول يوم معكم قبره يفوح برائحة المسك يزورونه. الله 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 الله. فلخمنا اعزاك ولا الحوثي اللي كيقول لك انا راني كنضرب ايلات، حارت فيك امريكا انت يا ربعه انت حارت فيك والقواعد تحت ما بخليتكم يا ودي يا ودي يا ودي يا ودي يا ودي. فلم يعزيك الحوثي الذي يقول انا مع المقاومه، انا ارسل الصواريخ البالستيه، ترسل الحميضه، ترسل الحميضه، سمعت يا سيدي ولا؟ ولم يعزيك شكون؟ الميليشيا انت الحشد الشعبي خوتك. ولم يعزيك بشار، شكون بغيت يعزيك؟ هذو اصحابك، هذو شيخك وشيخ شيخك وشيخ شيخ شيخك، هذو اللي كتخدم لهم تقول انا يا انا يا ولائي لخمينائي قدس الله واسمه، هو قدس الله واسمه، قدس الله واسمه، فضح الله سره، فضحه الله على رؤوس الأشهاد. يا سمعت يا سيد؟ لا إله، هؤلاء ما عزاوكش. يو فرها فرها يو نضفضحها صاحبي، نضفضحها وقول لهم ما... لأن مني كيجتمعوا في مسقط يقدر بلاهم اتفقوا باللي يسلموك إن شاء الله تعالى، يسلموك لمن؟ هذاك باش، لأن أنت عربي وهما فرص واستعملوا التشيع باش ما عرفتش باللي عندهم في الكتاب نتاعهم ان منين يخرج المهدي اول حاجه يديرها يقتلوا العرب، لان ما يقدروش الفارسيين يقيمون الامبراطوريه الفارسيه وهما فرس. لا شكون اسمه يخص واسمه عن طريق واسمه تشيع، حنا ولد سيدنا علي، انت ولد سيدنا علي، انت 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 ولد عباد النار، ما جاك انت سيدنا علي والحسين، ما جاك انت سيدنا علي. لو سمعت يا سيدي، اذا يمكن يكون في ذوك الاجتماعات سلموا كما سلموا هنيه، اللي صعيب عليهم سلموا هنيه، سلموا الرئيس نتاعهم، سلموا وزير الخارجيه، اللي انت زعما غادي تكون كذا عربي حتى انت، والله واخا يكون والله ما يشوفوا فيك الا انك عميل، عميل لهم لتحقيق ما يريده الصوصيون والصليبيون والصفويون، انت راك واحد من هذوك الناس اللي. لو سمعت يا سيدي كما قال، سمعت واحد العراقي يعلق على هذا الشيء اللي ما عزاوش كاع هذا، قال له يا هذا يا هذا الرئيس تاع حزب اللات، قال له قال له صرات لك بحال هذاك السيد اللي الله يحفظه ويستر، يعني كلاو 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 كاع المأدوبه ما خلاولكش حتى العظام، العظام ما خلاوش، عظام واحد ما خلاوش حتى العظام، لا اله الا الله. ثم أقول لك كما قال هذا العراقي، أين 250 ألف صاروخ الذي لا زلت تتبجع؟ لما لم تضربهم؟ ماذا تنتظر؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين المسيرات التي تملك منها الآلاف؟ فمتى تستعمل المسيرات؟ متى تستعمل الصواريخ؟ قتلتوني غير بالهدهد، الهدهد راه جاب الخبر، راه دار كذا، وأنا وشحال هذوك الناس ذوك هذوك المحللين اللي نشوفهم في الاخر يبقوا يكبروا في هذا الشيء، ونقول لهم يا سبحان الله يخدعون الامه، احنا ما عندناش اعلام، يخدعون الامه مساكين، مسيرات راه يدير راه يدير، اه ودي راهم يباتوا في فراش واحد ضاين على الشيطان، لا اله الا الله. ثم انت لم تفعل سوى انك دمرت لبنان، ما عنده رئيس، ما عنده رئيس الحكومه، ما عنده والو، ميقاتي اختاريتو انت يا ما قاعد حتى شي حاجه، ما كاين لا انتخابات لا والو. تعرفوا كي كانت بيروت، لبنان بيروت ولا ما كان؟
كانوا أصحاب سوريا ملي يكون عندهم العطلة فين يمشيوا؟ فين يمشيوا؟ يفوتوا العطلة فين؟ بيروت. الأمن، وكانت هي أكبر مطبعة تطبع الكتب في العالم العربي والإسلامي، وكانت تبارك الله الأمن والأمان والجمال وكل شيء. انظروا هذا المجرم كيف حول لبنان إلى خراب. تعرفوا سقط الليرة اللبنانية، ما بقاش ما عندك الفلوس، ما تقدرش تجيبهم بالبنكة، ما عندك، ما تقدرش. جوعوا، فتته هذا المجرم خدمة لسيده. انت عربي يا سي حسن، انت عربي، ولكن عن طريق التشيع اعطيت الولاء لمن لا اله الا الله. الخطاب ديالك ثانيا، انا ارى في خطابك انك لاول مره تعلن استسلامك التام لعدوك اللي هو صاحبك. ها تستسلم، الخطاب ما قدرت تقول والو، الان تستسلم، لانك كنت قلت واسمه، قلت نعم يا سيدي، صافي ريضنا المعركه، رجعوا انتم، رجعوا انتم للشمال جنوب لبنان، وذوك الاخرين رجعوا لشمال سوريا. الساعه واسمه وقع، وقع 100,000 هجروا الان من جنوب لبنان. الخص 100,000 غير هذه الضربه، هذه 100,000 هجروا. يا لا اله الا الله، انت الان في خطابك كانك تدعو بطريقه غير مباشره الى استعمار لبنان من قبل الموساد. ما بغيتش تقول هانيشان، فهمتك في الخطاب نتاعك، كانك بطريقه غير مباشره تقول لسيدك في طهران تخليت عليا، تخليت عليا، بعتني، وانت ما عارفش كيفاش يدير يبيعوك. انت انت عربي، تبقى عربي انت، وما عندهم العرق الفارسي. لا اله الا الله محمد رسول. لماذا لا ينتقم ايران وكذا بما فعلوا بك؟ زعما انت ديالهم، انت فوقاش ما طلبوك راك تما، طلبوك لسوريا جبت، قلت لهم يا خصكم 2000 جيب 4000، خصكم 5000 جيب 10000، خصكم 10000 جيب 20000، وخرجت العام سيدي والقتل والفتك. يا ولاد هذوك راهم قدامك، حذاك صواريخ باليستيه عندك، مسيرات عندك، اسلحه عندك، يوم مالك ما درتش حتى شي حاجه، لان خوتك ولان الخرين اللي كيحكموا فيك يقول لك هذوك ديالنا، رحنا نتلاقاو في مسقط ورحنا ننظموا الطريقه باش نخرجوا ان شاء الله تبارك وتعالى، حققنا لا 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 الاهداف اللي رسمناها مع الثلاثي. سمعت؟ في خطابك اقول لك واشم رائحه انك تريد ان تفضحهم ولكن لم تستطع، فاقول لك اذا لم تقف معك هذه الميليشيات الان خرج بخطاب بعد هذا الخطاب وافضح هؤلاء، افضحهم، افضح، طرد كرامتك. انا عارف باللي لا درت هذا الشيء راه ما غاديش يخليوك، لانه انت خدام دعم، ولكن بعد كاين الاخره. بصح انت، بصح انت اللي سب ابو بكر وعمر وعائشه، واش من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. راه ماشي، ماشي سالاسي، راه ماشي سالاسي، ماشي سالاسي. لا اله الا الله محمد رسول الله. اقول بعد خطابي حسن نشر الشيطان، اقول ان افراد الحزب المغرر بهم هم الذين اوجه لهم هذا الخطاب اللي بقوا حيين. أقول لهم لا ينبغي أن تمشوا في ركاب هذا الدجال، فقد خدعكم وأسلمكم ولم يرد أن يدافع عنكم، ولم يرد حتى أن يطلب من أسياده أن ينتقموا لكم، لأنه سلموكم عن طريق هذا الذي يحكمكم. لبيك لبيك أستاذ شوقي، لبيك لبيك، ها لبيك، روحوا موتوا على هذا. انا اوجه لكم كلمه، انا عربي وانت عربي، ولبنان احبابنا من ارض الشام. اقول لكم الان اذا مازال ما فقتوش، قال لك واحد السيد كلاه السبع ملي وصلوا للكرش قال له يا ربي نكون غير النوم. سمعت؟ اذا لم تصلكم هذه الحقيقه نقول لكم، ما عندي ما نقول لكم، انا كنقول لكم الان، انا الاوان لكي تحاكموه، فهو صاحب هذا المنكر ويحاكم خامنائي ويحاكم رؤساء الميليشيات الذين غرروا بكم.
انتوما مقاومين وعندكم وآوة. ايوه، لماذا التعامل مع ارواح المسلمين بهذه الطريقه؟ انا كنقول لكم احذروا روحكم صافي. لقد سلمكم بهذه السهوله والاستهتار الى عدوكم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هذا تعليقي على خطابه الاخير بعد انتظار طويل فلم يقل فيه شيئا، ولكن حدثتكم عن ما بين السطور والإحساس. الطريقة انت هذيك الخطاب كان بكري وشحالي ورانا لا يلدغ المؤمن من جحر مرته. وانا عش كان لكم هالشي، انا كان اقول هالواحد عدد بتاع الناس اللي راه يعني واسمه هو راه مغتر بهذا وراي تشيع كما في 2006. وسمعت سيدي، وصلى الله على حبيبنا محمد والحمد لله. باقي شيء ولا باقي؟